أي صلاة فيها تكبير وتسليم يجب فيها الوضوء. فصلاة الجنازة فيها تكبير وتسليم، السنن الرواتب فيها تكبير وتسليم، فيجب فيها الوضوء. ومن صلى صلاة فيها تكبير وفيها تسليم من غير وضوء فقد قال بعض العلماء كأبي حنيفة يكفر لأنه مستهزئ، والصحيح أنه لا يكفر وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إن فعله مستهزئا فإنه يكفر، أما إن فعله تهاونا فعند أبي حنيفة يكفر والصحيح أنه لا يكفر.